تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم الحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفار اللي كتسمعوا له الأثير إذاعتكم إذاعة كاب راديو من طنجة. ديما كنبداو كرة القدم، اليوم غادي نبعدو شوية من كرة القدم وغنمشيو للكرة الصفراء، كرة المضرب. وأنا سعيد معايا اليوم جوج ديال الأعضاء ديال نادي البلدي لكرة المضرب هنا بمدينة طنجة، واللي غنعطيهم الكلمة أنهم يعني يعرفوا براسهم ويعني يعرفوا راسهم المستمعين هنا الكرام، المستمعين ديال إذاعة كاب راديو. ونبدأ من عند العضو النسوي لالا نوال توزاني. لالا نوال تفضل لك الكلمة. نوال توزاني لاعبة كرة المضرب depuis que j'étais très petite يعني l'âge de 4 ans. Et j'ai joué au club Cheminot à Rabat. Et après, je me suis orientée vers les études. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Et je suis naïbat raïs TCMT Bitanja. Tabarak Allah, alik lala nawal. Men عندك نمشي عند عمر زبيري. تفضل سي عمر. عمر الزبيري لاعب سابق كرة القدم وعضو حالي ل نادي بلدية التنس ديال TCMT. نعم سي عمر، ف يعني تبارك الله عليك ومرحبا بكم انت ولالا نوال. ف يعني اي واحد يعني سولتي في الزنقه ولا الناس اللي كنهضروا معاهم ولا يعني اصحاب اللي كنجلسوا معاهم الا وكي كيكون الحديث ملي كيكون الحديث على كره المضرب الا وكيجبدوا يونس العناوي، كريم العالمي، هشام ارازي، هادو نجوم وابطال كبار دازوا في كره المضرب الوطنيه. فعلاش ما بقيناش كنشوفوا هاد الاسماء في نظركم؟ فحال يونس، فحال كريم، فحال هشام ارازي، ما بقيناش كنشوفوا ابطال من طينة هاد الناس هادو. كنظن بان السبب واضح، بان قبل كان من لا شيء كنا كنشوفوا ابطال، كان ولكن الان اللي كاين شويه الامكانيات كيفتقدوا واحد الدوره التكوينيه ديال المدربين اللي يقدروا يعطيو ان بلس لديك الدراري اللي كترينيو بهم. دو بلس الدراري محتاجين واحد التنافسيه خارج ارض الوطن، مثلا علاش ما يكونوش منافسات في الجنوب الاسباني اللي ما يكلفهمش شي حاجه كبيره حتىش قريبه. كنظن هادو من بين الاسباب اللي خلوا التنس يتراجع بشكل كبير. والان كنظن حتى البيدجي ديال الجامعه كان البيدجي شويه فحال الكره، كنا نشوفوا التنس حسن. نعم. كنطمحوا يكون ان شاء الله البيدجي تزاد شويه باش نشوفوا الناس ديال التنس كيمشيو بعيد في هاد الرياضه هادي. نعم. من عندك مش عند لالا نوال واش نقدر نقول لك مثلا بور لو ان فيت لو فلو لو ماروك يل سو كونسيديري كوم une des puissances mondiales tennistiques. Effectivement, les trois joueurs, les Dertelihom, l'Alami, Arazi, l'Inami. Effectivement, c'est des grands joueurs qui ont marqué leur carrière de tennis. Ils étaient, je dirais, parmi les 50 premiers à l'échelle mondiale. Et depuis, ils ont participé quand même à de grands tournois, par exemple le prix Hassan II. D'ailleurs, Arazi et l'Inawi, ils l'ont remporté Fouahid Al-Am. Ils ont remporté d'autres titres. Mais مثلا العالمي كان وصل جو بونس فيناليست في لو كرون بري في 1994 اي دوبوي مالوروزمون. نعم كنا كنشوفهم في لي تورنوا كبار فحال رولان غاروس وكذا. دابا هادشي هذا ولا عندنا تري تري ريدوي سور طونجي مالوروزمون. كنتمناو ان شاء الله التنس، علاش؟ واحد لا غوليف نا با ايتي اسوري مالوروزمون بور كو لي تنسمان ماروكان بويس كونتينيي سور لو ميم ايلان. Le problème l'étra c'est que khass tkwin khass beaucoup de choses. نعم voilà. واحد اذا ما نساوش بان كان عندنا بطل كبير اللي هو عرف الشقروني اللي هو واحد الفتره راه حاز بالميداليه الذهبيه في البحر الابيض المتوسط. انا كنا بزاف صغار تفرجنا فيه كونتر واحد ايطاليانو سكي فين التنس قبل كان الناس كانت لا موتيفاسيون، كان واحد الحماس في اللعابه من لا شيء كيبغيو يخلقوا رسم ابطال. اليوم كيخص شويه الاهتمام وشويه ديال المسائل السياسيه اللي قلت لك بان خصو يكون ان بيدجي كبير باش الانسان يقدر يسير هذه الرياضه. بما انكم اعضاء بجوج في النادي البلدي ديال كره المضرب هنا في طنجه يعني TCMT، فشنو الدور ديال النادي في نظركم في تطوير كره اليد او كره المضرب الوطنيه؟ دور النادي كيكون اكثريه خصها تكون عنده فيزيون
qui doit être axé sur le sport, principalement tennis, qui compte quand même des activités accompagnatrices. Ou les kins, on a raison, le tennis, c'est normalement l'objet social de notre club. Mm-hmm. Voilà, donc quand on a une nouvelle gestion, qu'on nous laisse tout ce qui est intégré, parce qu'il y a même le même projet, une nouvelle stratégie. يعني ماشي كنجي وكناخذوا ان كلوب وكنجيريوه نيمبورط كومون il faut le gérer selon des objectifs et pour arriver à un résultat يكون ان كونترول que ce soit ديال الناس ديال الكوميتي ويكون كونترول aussi de la fédération pour pouvoir arriver à nos objectifs. نعم يعني بغيتي تقول تكون رؤيه تكون خريطه الطريق ويكونوا الناس ملمين بكره المضرب اللي يمشيو بالنادي للافضل. D'ailleurs chaque projet il faut avoir une vision. Il est maquant chez nous la vision parce que nous avons, par exemple, pour le comité, on a 4 ans. Il faut, avec les 4 ans, nous savons que nous sommes en train de nous faire. Nous avons mis des objectifs et nous avons mis les moyens. Nous avons mis les moyens, mais nous avons mis les objectifs et après on va rester dans les 4 ans. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Voilà. نعم زبيري كاين شي اضافه واش انت متفق معه؟ لا متفق معاه 100% كنظن احنا في نادي النادي البلدي لكره القدم ديال طنجه كنظن كيفتقد ديك لا فيزيون ا لونغ تيرم يعني المدى البعيد باش يخدموا التنس كنظن عطاو اهميه لحاجات اخرين هما شنو هما هاد الحاجات في نظرك؟ لا انا فراستركتور في حله جديده دابا التنس كان النادي البلدي راه في حله جديده مزيانه بارابور اللي كان قبل عطاو يمكن نصرفوا مصاريف كبيره في هذا الاتجاه هذا يعني كنظن التنس تناساوا شويش ما اهتموش باللاعب وكنظن حنايا في لا سولتي الاباء في النادي البلدي كلشي غيقول لك هذا المشكل هذا كلشي متحمس يشوف ولادو انهم كييفوليو في التنس كيزيدوا شويه القدام سكي في هادشي اللي ناقص حنا عندنا وكنطمحوا حنايا باش ان شاء الله هذا لو بوين هذا ايسونسييل اللي نخدموا عليه. بما انكم تحدثتوا على يعني الرؤيه والاستراتيجيه وخريطه الطريق اللي يمكن اننا نمشيو فيها باش نصنعوا ابطال بحال يونس العيناوي وكريم العالمي وهشام ارازي يعني والاسماء المعروفه اللي كيحفظوها المغاربه عن ظهر قلب واللي يمثلونا في دوريات يعني كبيره كما قلت في حر رولان كاروس وقيس على ذلك، ففي نظركم شنو وقع للتنس المغربي باش المستوى ديالو هبط؟ حنا مالوغوزمون دابا ما بقيناش اون نو برودوي بلو دو شامبيون. هاد الظاهره ولات عندنا حاجه عاديه ما بقينا ولينا علاش هادشي كامل واخا عندنا دو بون جوور ولكن ما كاينش ان اكونبانيومون جو ديغي ان انكادرومون بروفيسيونيل اللي كنبداوه شنقول لك من الدراري الصغارين دوبوي الميني تينيس راه خصنا تكون عندنا واحد الرؤيه داك الوليدات الصغار راه خصنا نوصلوهم حتى يرجعوا كبار بوغ فو دير باش بوغ انتيغري شنقول لك دي تورنوا اللي كبارين. يعني الرؤيه ديالنا ديال ديبار ستكون بازي سور لو ميني تينيس و اوليو باش نبقاو نتبازاو على لي رونتري دارجون ديالهم لا خصنا اون كاليتي دونسينيومون اللي باش تخلينا نمشيو فيغ لافون ان فيت علاش حيت شنو كنلاحظوا حنايا اكطويلمون في الكلوب ديالنا سي سورتو يا دي ريفينو عندنا تبارك الله لي مويان عندنا دي كوتيزاسيون راه اوني شحال نقول لك راه عندنا بريسك 700 بيرسون يعني 350 فامي او مينيموم دونك يا دي كوتيزاسيون يا دي دروا دونتري يا با مال دو رونتري بوركوا با انفيستير في ان بروجي سبورتيف كي سوا كوريكت اللي يقدر يوصل الابطال ديالنا علاش لا بور لا كومبيتيسيون علاش لا ميم او نيفو انترناسيونال. نعم زبير شنو كيقص التنس المغربي باش نشوفوا ابطال بحال يونس؟ حلقه لك السيده راه كنشوفوا واحد اللعيبه كبيره الاباء بعدا الاباء هما اللي كيتكلفوا المصاريف ديال ولادهم في لي ديبلاسمون في لي زاشا ديال راكيت دونك حنا كنطمحوا بان هذا النادي البلدي هو يكون كيتكلف الدراري اللي كيكونوا اللي ماشي مزيان في المنافسه اللي عندهم واحد النيفو مزيان يتكلفوا بواحد 10 الناس مثلا يعطيهم لي مويان يشاركوا في لي تورنوا بزاف كنظن 100% غيكون واحد تكون واحد ريزولتا مزيان دونك خصهم يتكونسونطخوا في هذا الشيء. دابا هذا هو اللي ناقص عندنا في التنس بحال بغيتي تقول التنس دو لوازير ماشي Effectivement, non. En fait, je dirais, le comité actuel, c'est plutôt un club de loisirs plus qu'un club de compétition.
وحنا يرى سي با سا لوبجيكتيف باسكو كون ميم يا لا فيديراسيون ماروكين دو تنس لي كي نو دون دي سوبفونسيون parce qu'on est quand même labellisé. Labellisé, ça veut dire qu'on est sur une filière sportive où on peut atteindre la filière élite, dans le sens où on peut avoir des champions, mais on peut faire des choses. Et je dirais que c'est ça. En fait, pour faire des choses, on peut déjà former les coachs. Les coachs, maintenant, les qadamin diront une remise à niveau. Ou les coachs li zema li عاد تخرجوا كاينين عندنا كون ميم دي كوتش لي عندهم ديبلومات ولكن مالوروزمون مهمشين ما عاطينهمش داك القيمه اللي خصها تكون عندهم اي مالوروزمون هذا هو اللي كيخلي دائما حنايا اللور في التنس. نعم انا اللي فهمت منكم ان يعني العنصر البشري لازم اننا نهتموا به سواء لي جوغ ولا لي كوتش ولا يعني البنى التحتيه موجوده. خصنا شكون اللي غادي يلعب وشكون اللي غادي يدرب وشكون اللي غادي يسير النوادي ديالنا باش نشوفوا التنس ديالنا المغربي كيرجع لواجهه. نعم وحنا بغينا ديك السميه ديال تي سي ام تي ديال طنجه ترجع الاوج ديالها بحال اللي كانت قبل. راه خرجت ابطال لا نذكروا أدبيب نذكروا شاكين نذكروا موني العراج راه اليوم ما بقيناش كنشوفوا هاد الابطال. نعم علاش اختفوا علاش ما عندناش ابطال؟ دونك هذا هو السبب. دونك خصنا نشوفوا واحد نعملوا واحد استراتيجيه ديال الخدمه اللي نهتموا بالدراري صغار في ليكول ملي يكونوا في ميني تينيس بحال اللي قالت لك سيده ملي يكونوا ميني تينيس وما طالعين دونك نهتموا بهم نعطيهم لي مويان ويز اكومبانيو مع لي كوتش ونعملوا ميساجور ديال لي كوتش الدورات التكوينيه وهذا الشيء اللي ناقص كنظن باش يكون التنس. نعم سي عمر ولا نوال كنعرفوا بان في المغرب يعني الرياضه الشعبيه الاولى في بلادنا هي كره القدم. هذا الشيء يعني يتفق عليه الجميع. فكره المضرب ربما هي محصوره عند يعني عند بعض الناس يعني يعني الرياضه الشعبيه كما قلت الاولى هي كره القدم ماشي هي كره المضرب. في نظركم كيفاش شنو هو يعني اللي خصو يدار باش شويه نقربوا كرة المضرب من عند الفئات الشعبية شوية. كاين ان كلوب ان فيت ايفيكتيفمون راه كاين لو كومبلكس زياتن كي نوزا ايتي كونفيي بار مسيو الوالي بور شنو نقول لك باش نقربوا ايفيكتيفمون الناس اللي ما عندهمش لي مويا الناس اللي ما قادرينش يخلصوا في زعما واحد اون سوم دارجون باسكو راه كتعرف راه كل واحد والمستوى ديالو هذا. Donc, عندنا quand même زياتن السي الوالي nous a demandé de le mettre à 110 dirhams par mois. Et effectivement, bon, le club il l'a mis à 300 dirhams. D'ailleurs, là maintenant, on a un abonnement annuel. Et malheureusement, aide le club. Fib, c'est de les dépenses. Je peux dire, il faut qu'on crée une autonomie financière, le head club. Dans le sens que les cotisations d'Yenna, d'Yel TCMT, on les verse pour payer tout ce qui est besoin du club ديال واخا هو كيتعتبر ماشي en fait ملحقه je dirais pour le club TCMT ولكن حنايا كي خصنا نفكروا فيه مزيان خصها تكون عندنا واحد الرؤيه هو ديالو pour le rendre plus attractif. نقدروا نديروا مثلا شراكات مع مع لي زيكول شراكات مع لي زونيفرسيتي دايوغ وهذا الشيء اللي بغيت نقصد هذا الشيء اللي بغيت نقصد نوال يعني كيفاش نقربوا الناس من التنس يعني من غير الفلوس وانك تخلص وكذا وكذا كيفاش نقربوا التنس من الناس هذا هو نقدروا نديروا شراكات مع ميم لي غروند زونتربريز يقدروا يعاونونا اي بوف نو زيدي نهضروا مع لي زوتوريتي بوركوا با باسكو دو توت فاسون هادو هما لي زوريونتاسيون ديال سا ماجيستي سا ايتي توجور بور انكوراجي لو تنس وانا بون جو ديري عضو نسوي جو فولي فريمون فير سا اي سي بور سا كون ا شنو نقول لك في تي سي ام تي راه دابا بور لانستون راه عندنا دو جوج لائحات لي اول مره دوبي 8 ans حيت لو كوميتي القديم راه الي لا دوبي جو ديري 10 ans كاين الناس اللي هي اي سون لا دوبي 12 ans اي سي بور سا درنا لائحه ثانيه باش نقدروا بوغ الي شنو نقول لك بوغ الي فيغ لافون يعني تكون اون نوفيل استراتيجي اون نوفيل جيستيون علاش بوغ حيت لي ريزولتا كو سو سوا او نيفو انديفيديوال ولا كوليكتيف سون دي ريزولتا انساتيسفيزون ما اي حنا خصنا نيلفيو هاد لو نيفو ونمشيو فيغ لافون علاش لا اون بو فيغ بوكو دو شوز. كنتمنى هذاك الشيء هو اللي يكون ونشوفوا ابطال ان شاء الله في المدى القريب ولا المتوسط بحال يونس العناوي وكريم وهاد الاسماء اللي ذكرناها كلها. نمشيو دابا عند المخرج ديالنا اليوم حسن العثماني اللي غيعطينا فاصل موسيقي ونرجعوا لكم جديد.
رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام، انتم دائما في الاستماع لبرنامجكم الفار على اثير اذاعتكم اذاعه كاب راديو من طنجه، وانا سعيد معايا اليوم جوج ديال الاعضاء ديال النادي البلدي لكره المضرب هنا بمدينه طنجه، عمر الزبيري وكذلك نوال توزاني. غادي نواصل معكم الحديث على التنس المغربي بصفه عامه وكذلك يعني الشان المحلي هنا بمدينه طنجه. فكثر الحديث مؤخرا على ملاعب القرب اللي كاينين في زياتل، اللي هي بطبيعه الحال تابعه للتي سي ام تي النادي البلدي لكره المضرب ديال طنجه. فسيد الوالي كان يعني في التوصيات ديالو قال بان يعني ثمن ديال الانخراط يكون في 100 درهم، ولكن شفنا بان ثمن الانخراط طلع ل 300 درهم. فتحدثتي في سؤال سابق لنا والي على هذه النقطه هذه، فغادي نرجع لك في نظرك علاش طلع ثمن من 100 ل 300 درهم. نقدر نقول لك ان التكاليف ديال التنس راه تكاليف راه ماشي سهله، باسكو او مينيموم خصك اون راكيت بور لونفون شوز كون دون، يعني ملي تيجيو عندنا كيجيو عندنا مثلا دي زونفون دي زيكول باش يترينيو، باسكو يونا دي زيكول داروا دي بارتناريا مع دي زيكول، راه تنعطيو له لا راكيت، كنعطيو له دي بال، هي ان كوتش كي يسي دو جوي معاهم دونك باش كيحببهم زعما في كره المضرب. يعني راه حتى هادشي راه حتى حنا راه عندنا التكاليف يعني ماشي ساهل، ودايوغ عندنا لي 17 تيغان افيك لو سنترال، يعني 17 تيغان راه حتى هو تيتطلب د لونتروتيان، راه ماشي ساهل، راه واخا تنقولوها هكا وعندنا دوطخ بروبليم اوسي، راه كاين الريح بزاف تما شوز اللي خلات الدراري دايوغ ميم الناس ديالنا ديال تي سي ام تي السواني ما كيبغيوش يطلعوا لتما باسكو يا بوكو دوفون والدراري يعني صغار الريح. الريح بزاف. دونك حنايا انا كنقول زعما شنو كنبروبوزي بارابور ا سا، ان تكون اون ايتود الريح اللي كما كيخليش يعني الماتش يمشي لا ماتش للدراري صغار اليز لا حتى شي حاجه كيخلينا يعني حنا خصنا نحاولوا نلقاو واحد الحلول اللي نخليو داك. في نظرك شنو هو الحل لهذا المشكل؟ الحل هو بعدا يفو تروفي دي سوليسيون بور كوفرير ان بيتي بو نو سريس دي تيران بواحد لا مانيير اللي غنقدروا نشوفوا دي زاركتيكت اللي كيكونوا بروفيسيونيل في هذا المجال اللي يقدروا يعطيونا هما حلول، باسكو يا دي شنقول لك دي كوفرتور اللي تكون سبيسيال بور لو فون جو بونس يا سا اوسي، يعني نشوفوا كيفاش نغطيو داك الملاعب نغطيوهم باش الريح ما تاثرش على نغطيوهم انتيليجامون باسكو سافا كوتي تري تري شير الا بغينا نكوفريوهم زعما كونفينابلمون، واخا نقصوا غير شي شويه من لو فون كاينه هادي يفو باليي اوزالي جو ديري اوزاليا كليماتيك. وكاينه حاجه اخرى ان ما كرهناش ان السي الوالي ولي زوتوريتي يعاونونا فيه باسكو كون ميم راه 17 تيران يعني الموضوع تري شير راه سي با دوني، يعني كنتمناو ان شاء الله يمشيو معنا في لا ميم فوا. فوالا ان شاء الله رساله يعني كنتمنى انها توجد اذن صاغيه من عندك لاله نوال. عمر تفضل ربما عندك اضافه. سالون بلاسمون ديال لي تيران اللي تما راه ما جاوش محمو وقع مزيان، كاين بوكو دوفون سكي في الاول ليتود ما كانش ما تدرش مزيان، وربما تصدع كنعرفوا بان يعني التنس كيف غير شويه ديال السكات وتما جا مع الطريق حدا الطريق مع الطريق مع هادي مع محلول شويه دونك سكي في ديما كاين الريح تما، حتى الدراري اللي كيبغيو يلعبوا ما كيلعبوش شي اليز سكي في ما كيلعبوش، دونك احسن تكون واحد ليتود نشوفوا كيفاش لي تيران يعملوا لي تيران كوفير يتشدوا مثلا واحد ثلاثه ولا هادي باش يقدروا يلعبوا فيهم في الصيف وفي الشتاء ويقدروا الدراري بواحد اريحيه يلعبوا بلا مشاكل. وحاجه اخرى بالنسبه اللي قلتي غالي التنس 300 الوالي قال 100 درهم كنظن 200 درهم دونك عندك ايكيفالون 2500 في العام دونك كنظن ماشي غالي بارابور التنس اللي كان قبل 200 درهم تروتيان صاد ميسكولاسيون يقول 400 درهم 300 درهم دونك التنس رخيص من صاد ميسكولاسيون دونك ماشي غالي. دونك انا كنظن هاد الاثمنه كتشجع الناس اكثر باش يدخلوا يمارسوا التنس ويعجبهم التنس اكثر. و il faut rendre le Ziyatin en fait le complexe Ziyatin attractif يعني que tout le monde en profite que ce soit des étudiants des enfants كل شيء يقدر يعني الناس سورتو اللي تما في داك لا ريجيون pourquoi pas insérer tout le monde et من الناس ديال الشعب يقدر يخرج لنا لاعب كبير نعم. Et voilà donc il faut encourager tout le monde. نعم هذا هو المقصود وهادشي اللي كنبغيو نوصلو. نعم سي لاحظتي كاين حتى داك سونترال كبير لي سونترال كبير حتى هو فيه مشكل ديال الركول اللور ما خداوش المتر كافي
هذا مشكل كبير. ما عرفتش كيفاش دارت الدراسه الملاعب ديال التنس، واش كاين خبراء الناس ديال التنس ولا ما عرفتش كيفاش تعطات سكيف. هذا عائق سمسوم يجبروا الحل. ملاحظه مهمه هذه. وحتى ليطا ديالو اكطويل الا دخلتوا له راه تشوفوه راه ما نقدروش دابا حاليا كيخصو فريمون بوكو دو طراي دون لو سونس. الا بغيتي دير مثلا واحد اون اورغانيزاسيون ديال ان تورنوا انترناسيونال بحال فيتور بحال هذا راه سي تري ديفيسيل. il faut vraiment travailler dessus pour le mettre déjà à niveau parce que l'état ديالو خصكم تمشيو تشوفوا سور بلاس pour juger. فوالا لالا نوال سي عمر هضرتوا على بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الحلول يعني قلتهم بما انكم يعني ملي جيتوا عندنا هنا البرنامج الفار والكابراديو هاد الاستضافات تزامنت مع الانتخابات اللي كاينه حاليا في النادي البلدي ديال كره المضرب، فما كرهتش انني نتعرف عن قرب ونعرف المستمعين الكرام على الرؤيه ديالكم المستقبليه بما انكم بجوج يعني غادي تكونوا ربما في المكتب ان شاء الله اللي غادي يسير الشؤون ديال تي سي ام تي او ديال النادي البلدي ديال كره المضرب بمدينه طنجه، فما كرهتش نتعرف على البرنامج او الرؤيه اللي عندكم بالنسبه للنادي البلدي لكره المضرب هنا بمدينه طنجه. بالنسبه للبرنامج اللي عندنا هي حنا يعني شنو هما المشاكل وشنو هما الحلول؟ في حال تناقشنا قبيله كاين المشكل ديال لي كومبيتيسيون ديال المنافسه. عندنا الدراري ماشي في شي مستوى، ما وصلوش لشي مستوى بزاف، ولا لاحظتي التنس في كلاسمون الكلوب ديالنا في كلاسمون ناسيونال هبط بزاف. حنا غنتكونسونطراو على مسائل الرياضه اكثر على الكومبيتيسيون. فحال اللي قلنا غنشوفوا المدربين عملوا الدورات التكوينيه خارج ارض الوطن ونهتموا بديك الدراري صغار ونخرجوا لهم ان بيجي اللي هو محترم اللي يقدروا بانهم يسيروا التنس فواحد الاريحيه ويلعبوا بكل اريحيه. وحاجه اخرى مسائل اخرى راه عندنا واحد لا فيزيون بالنسبه لمسائل اخرى ديال الانفراستركتور البنى التحتيه تغطيه بعض الملاعب بغينا نغطيوهم وكاين لا رينوفاسيون دي تيران باسكو يا ان ايتا. المهم لي تيران خصو يكون داكشي دون مانيير كونتينيو باسكو ملي ما كتبقاش كتبعوا داكشي كيولي محفر كامل وما كيقدر حتى شي واحد يلعب فيه. فوالا خصو تجديد، خصو رينوفاسيون، خصو هذا. كاين حاجه اخرى، كاين la couverture d'une de la tribune d'elle un cours principal. Pourquoi pas, parce que on peut avoir des tournois et bêche ikono bêche pour qu'il passe dans de bonnes conditions. يعني الا درنا لا كوفرتور ديال هذا راه الناس غنقدروا زعما نقدروا نديروا دي تورنوا عندنا ميم او سان دو تي سي ام تي سواني. كاينه حاجه اخرى اللي هضرنا عليها اون فيت ما هضرناش عليها، هي واحد لا سال دو سبور. علاش؟ باسكو اون فيت لوبجيكتيف ديالنا سي دو رانفورسي لونترينمون دي جون افيك دي كوتش فوربي. عندنا اون فيزيون اللي هي اكسي سور 3 اليمون اللي هما امبورطون بور لو تنس، اللي هو لو تكنيك. عندنا لا بريباراسيون فيزيك هي اللي علاش انا هضرت لك عليها او نيفو انفراستركتور. ما كرهناش نديرو اون سال دو سبور كي سوا جو ديري فيابل، ماشي افيك دي افيك دي ماشين اللي قدامين ولا اللي لا، خصنا دي ماشين يكونوا ادابتي لاكتيفيتي تنس. Et pourquoi pas d'autres machines quand on aura vraiment des besoins. Et l'idée d'Yana, c'est vraiment de chercher aussi le sponsor. Je ne sais pas si on a besoin de cette question. Mais on peut faire d'autres projets aussi. On peut faire la couverture de la piscine, le chauffage de la piscine. Parce que Tanja, elle souffre de ce côté. Parce que quand on a besoin de la piscine. D'ailleurs, on a besoin de l'idée de la natation. J'étais obligée de passer par un hôtel où il n'y avait pas vraiment de salle. Et donc, pourquoi pas nous encourager à faire à chauffer la piscine. La piscine est là. Je sais que c'est un projet très coûteux. Ou quand même, nous avons les entreprises, nous avons les silhouettes pour nous aider dans cette voie-ci. ربما عندك شي اضافه. بغيت نضيف حنا في اللائحه ديالنا عندنا الناس اكفاء، عندنا الناس في الفينونس، عندنا الناس في الرياضه، عندنا الناس عندنا دي ساركتيك. دونك لائحه عندنا متكامله، شي غادي يكمل شي وان شاء الله نشوفوا كيفاش نحققوا داكشي اللي باغيين اللي وعدنا به الناس في ارض الواقع نحققوا ان شاء الله ولا دوزنا ان شاء الله. Effectivement, il y a 13 personnes qui agissent dans tous les domaines.
راه عندنا كوم ميم دي شان نقول لك دي بيرسون راه عندنا اون بيرسون كي جير 15000 بيرسون يعني سي دي جون كي ترافاي افيك دي استراتيجي افيك دي اوبجيكتيف avec on a des gens de la médecine on a des médecins des dentistes on a un promoteur immobilier d'ailleurs où les brinan chou ils chauffent mais on a net le côté infrastructure mais on a un architecte un opticien il y a ni c'est des je dirais finance il y a mais on a le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables il y a ni on a quand même une vision de budget où je réalise ou pas غنقدروا نديروا لي شوز لي ما كانوش كيداروا قبل مثلا لي سيتوياسيون تريمستريال كو سو سوا او نيفو سبور ولا او نيفو فينانسيير اون بو ريغولاريزي عندنا دي بروبليم اوسي او نيفو دو بيرسونيل ان هاد الناس هادو ما عندهمش دي بريم دونسيانتي ما عندهمش دي بولتان دو باي يا بوكو دو شوز اون فيت دون ان كلوب ماشي غير لو تنس ولكن اون فا ترافايي او سان دو كوميسيون On va créer des commissions spécialisées pour ça. Qui est la commission sportive d'ailleurs, pour essayer d'arriver à un projet club, un projet dispersé dans un côté. Ensemble, je parle des membres du club Kemlin. Pourquoi pas? ان كل شيء يكون انسيري او بروجي كلوب نعم عندي سؤال الاول واش في التشكيله ديال المكتب عندكم شي لاعب سابق ديال التنس في التشكيله ديال المكتب ربما كل شيء كيلعب التنس ما كاينش شي واحد اللي انا دايور انا لعبت التنس دوبوي لاج دو 4 ans اي سي بور سا كو جو سوي موتيفي بور ايلفي سو نيفو هاد لو نيفو مالوروزمون حنايا في طنجه كان هاد لو نيفو دايور انا ملي كنت كنجي من الرباط كنت كنلعب لي شامبيونا بار ايكيب اي كنت كنشوف تبارك الله كان عندهم اون ايكيب فريمون كنا كنخافو منهم بور فو دير مي سيت فوا سي زعما سانسيرمون كاين بزاف يا ان فري ديكلان كاينه شخص انا لعب تنس تقريبا 40 سنه وكلعب تنس هو كريم يدير انا معروف معكم في المكتب معنا في المكتب تاع هو جميل دايور il était président de la commission sportive تاع هو داز في لا كوميسيون سبورتيف في لونسيان كوميتي اذا ما بقى لينا نتمنى لكم التوفيق كنتمنى ان شاء الله نشوفكم كتمشيو بعيد بالنادي البلدي لكره المضرب هنا بمدينه طنجه اللي هو باختصار تي سي ام تي كنتمنى ان شاء الله نشوفوا ابطال عما قريب يخرجوا من النادي البلدي تحت يعني واللي طلع يعني من المكتب ربما كنتمنى له كل التوفيق كما كان اللي كيهمنا اكثر هو اننا نشوفوا النادي البلدي ان شاء الله من تالق الى اخر ما بقى لي مستمعينا الكرام الا ان نودعكم تلقاو في القسم الثاني ديال الحلقه ديال اليوم واللي غيكون معنا ضيف الصحفي الرياضي محمد اغوزول باش نتحدثوا على المنتخب الوطني المغربي وكذلك على المباريات ديال دوري ابطال اوروبا اللي تجرات بحر هذا الاسبوع نمشيو